السلام عليكم. موقع اسمه SQL Translate. ده بتعمل ايه؟ لو انت عايز تكتب كود بال SQL بس ممكن تكون مش حافظ، انا باخد ال SQL مثلا من 15 سنة فناسي، فممكن اقول له ايه، select the red color from the car. تمام، ما كتبتش افرح حق خالص، كان انا بتكلم عادي، كان انا بكلم مبرمج بقول له اكتب لي الكود دوت، فكتب لي select everything from car where color بيساوي red، فكتب لي كود تقدر تنسخه وتشتغل عليه. دي فكره خلاص بقت متاحه جدا، كانك بتتكلم مع شات GPT، بس ده خاص بالكود الخاص بالSQL.